قالت للولد يا ابني يا نافض السعد بيني وبينك عهد يا ضوء العين رملة. قالت للولد يا ابني يا نبض السعد بيني وبينك عهد يا ضوء العين والوصية من الحسن واقرأي حروف الشجر باقية مر الزمن والوفادة والوصية من الحسن واقرأي حروف الشجر باقية مر والوفادة. رملة قالت للولد يا ابني يا نبض السعد بيني وبينك عهد يا ضوء العين والوصي واقرأي حروف الشجر باقية بمر الزمن والوفادة. ابني هذي كربلاء والعهود مسجلة يا ابني لو حل البلاء وحول هذي كربلاء والعهود مسجلة يا ابني لو حل البلاء وحول البيت لا تخلي نصرتك وغيرتك من غيرتك لا تخلي نصرتك شايل رايتك عمك حسين يا ابني هادي كربلاء والعهود مسجلة يا ابني لو حل البلد حول البيت لا تخلي نصرتك غيرتك من غيرتك انت شايل رايتك عمك يا حسين انت شايل رايتك عمك يا حسين انت شايل انت شايل رايتك عمك يا حسين. يا ابني يا نبض السعد بيني وبينك عهد يا ضوء العين والوصية من الحسن واقرأي حروف الشجر والوصية من الحسن واقرأي حروف الشجر باقي مر الزمن والوفادة. يا ابني هذي كربلاء والعهود مسجلة يا ابني لا حل البلاء وحول البيت لا تخلي نصرته غير
غيرتك من غيرتك انت شايل رايتك عمك حسين يا ابني هادي كربلاء والعهود مسجلة يا ابني لا حل البلد وحوالي البلد لا تخلي نصرتك غيرتك من غيرتك انت شايل رايتك عمك حسين انت شايل رايتك عمك حسين يما لا توصينا ما انسى هالوصية يما لا توصينا بك ما أنسى هالوصية هذا أمر من الحسن واجب فرض علي حامل أجمال الشهادة يا صيد المنية من شبابي فدوى للحالي على الوقية يما لا توصينا بك ما أنسى هالوصية هذا أمر ابن الحسن واجب فرض علي حامل أجمال الشهادة قاصد المنية كل شبابي بدو الخالي على الوطية يما وادعيني إيه بعد ما بنصب يما سمعيني إيه قبل لا أعتف يما وادعيني يما سمعيني قبل ما أعطي إذا شفت الجسد بلا غسل ولحم يظل صبر الصبر في داء المعتق إذا شفت الجسد بلا غسل ولحم يظل صبر الصبر في داء المعتق يما لا احمل على الاعادي وافني هالعساكر اه جاسم ما اخاف الكثر والمواتر يما لا احمل على الاعادي وافني هالعساكر انا جاسم ما اخاف الكثر والمواتر موتي احلى من العسل واحفرها بالضماير حتى لو فوق الأضالع تعبر الحوافر حتى لو فوق الأضالع تعبر الحوافر يما وادعيني بعد ما بنصر يما وادعيني بعد ما بنصر يما سمعيني قبل لا اعتق ناصر العمري وثورة ثورتك ينفجر دمي وموت بحضرتك يما لا احمل على العادي وافني هالعساكر انا جاسم ما اخاف الكثرة والبواتر موتي احلى من العسل واحفرها بالضماير حتى لو فوق الأضالع تعبر الحوافر حتى لو فوق الأضالع تعبر الحوافر ناصر العمي هو ثور الثورة ناصر العمي هو ثور الثورة ينفجر دمي ينفجر دمي وموت بحضرتك ايه وطلع على الثرى ولا يهمني ترى اقطع من حريص لما انحرى اقطع من حريص لما انحرى
بدور دلك وموت بحضرك وضل على السماء.